بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم وبسمه امل جديده. بسمه امل النهارده قصه من السبعينات 1970 وكده، من الهند. كان في مؤسسه في الهند لرعايه المسنين كبار السن، الاباء والامهات ما لهمش حد يرعيهم. المؤسسه موجوده في الهند، لها اكتر من 10 فروع، مؤسسه كبيره. رئيس المؤسسه هو كان رجل اعمال هندي غني، لكن كان عنده مشكله دايما ان هو بيدور على مدير يدير الفروع الكتيره. يعني مؤسسه خيريه لرعايه المسنين بس بتكبر وناجحه وهو بيصرف عليها الحقيقه، بس المشكله انه مش لاقي مدير يكون فيه صفتين، مدير ناجح ورحيم قوي. دايما كان بيلاقي مدير ناجح لكن يبقى رحيم بالستات الكبار والرجالة الكبار، كان عنده مشكلة، ويتقدم له ناس ويمشيهم مشكلة كبيرة، أو يجيله واحد رحيم يعني مش عارف يتصرف. فقرر إيه؟ قرر إنه هو يعمل انترفيو لناس كتير، مقابلة شخصية يختار بيها المدير بنفسه، ويعمل اختبارات جواها يدور فيها على الرحمة. فعمل إيه؟ فتقدم شاب متخرج حديث، يعني لسه متخرج قريب للمنصب ده. قعد قدامه في الانترفيو، فصاحب الشركة سأل الشاب: انت لسه متخرج؟ قال له ايوه. قال له: انت حصلت على اي منحة دراسية وانت بتتعلم؟ يعني خدت اي فلوس من الحكومة وانت بتتعلم؟ عمال بينغبش كده معايا رئيس الشركة. قال له: لا ابدا. رئيس المؤسسة سأله: طب يبقى كان ابوك هو اللي بيدفع المصاريف بتاع دراستك؟ فالشاب رد عليه قال له: ابدا، كمان حتى ابويا ما دفعليش، يعني لا الحكومه دفعت لي ولا ابويا دفع لي. قال له: طب وابوك ما دفعلكش ليه؟ قال له: ابويا توفى وانا لسه طفل صغير، عندي سنتين. قال له: طب امال مين اللي كان بيدفع لك؟ قال له: امي هي اللي كانت بتتكفل بكل المصاريف بتاعه دراستي. فرئيس المؤسسه ساله: طيب وهو امك كان بتشتغل فين؟ فالشاب سكت كده وحاول يغير الموضوع. فقام راجع رئيس الشركه قال له: امك كانت بتشتغل فين؟ فقال له: امي كانت بتغسل هدوم الناس في دلهي، مشهور جدا فكرة ان تتجمع الهدوم عند حد ويقعد يغسل الهدوم. فقال له: امي كانت بتغسل هدوم الناس. وقال له: طب وهي ما زالت بتغسل هدوم الناس لغاية دلوقتي؟ قال له: وعشان كده انا جاي اشتغل، لان حتى الان امي هي اللي بتصرف عليا وهي اللي بتغسل الهدوم. فالرئيس المؤسسة الراجل ذكي قال له: ممكن توريني ايديك؟ قال له: ليه في حاجة؟ قال له: عايز ابص على ايديك. فوراله على ايديه، فاذا ايديه ناعمة ورقيقة كده، يعني فيش فيها جروح. قال له: انت عمرك ساعدت امك في غسيل الهدوم؟ فالشاب قال له: ابدا، انا امي كانت دايما بتطلب مني ان انا اذاكر واركز المذاكره، وبعدين امي بتغسل اسرع مني بكتير، يعني انا ما بغسلش زي امي. فرئيس الشركه قال له: انا عندي منك طلب صغير، انت تروح النهارده تغسل ايدين امك، ولما تغسل ايديها تجي لي بكره الصبح. الشاب ما فهمش، لكن قدام قوه رئيس المؤسسه قال له: حاضر. فروح وراح لأمه وقال لها: أنا اتطلب مني كذا كذا كذا. فأمه حست بالغرابة جدا، قالت له: ماشي اغسل إيديا. فبدأ يغسل إيديها وهو بيركز جدا، لأنه حاسس إن أكيد في إيدين أمه حاجة هيسألوا عليها تاني يوم. لكن وهو بدأ يغسل بدأ يدمع، أمه إيديها متقطعة من الغسيل، فيها جروح ما تخفش بكريمات ولا بأي حاجة، فيها كدمات شديدة، خلاص بقت شكل الإيد كده. بدأ يبص في إيدين أمه ويبص في إيديه وهو بيغسل إيديها، بدأ يبكي بجد. خلص غسيل إيدين أمه وقعد يتكلم معاه طول الليل: احكي لي أنت كنت بتعملي إيه في غسيل البيوت وفي غسيل الهدوم بتاعت الناس. ويبكي أكتر، وأصر إن هو اللي يغسل هدومه بالليل. وراح تاني يوم للراجل وسأله، قال له: غسلت إيدين أمك امبارح؟ قال له: أيوه غسلت إيدين، وغسلت هدومي كمان. رئيس المؤسسة قال له: وحاسس بإيه الآن؟ قال له: فخور بأمي، ما عدتش حسكت لو حد سألني أمك بتشتغل إيه وأشعر بالخجل منها. رئيس المؤسسة رد عليه وقال له: مبروك، أنت اتقبلت في الوظيفة. يا ترى أنت كمان مبروك، أنت اتقبلت عند الله، أمك راضية عنك؟ يا ترى مين نقول له مبروك اتقبلت عند الله، أمك راضية؟ ساعتها فعلا بسمة أمل في الدنيا وبسمة أمل في الآخرة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.